كلمة لو الاهلي مثلا ما خدش قرار بس حلوه كلمه حلوه لاعب بعد ماتش بعد ماتش السوبر اللي هو قرار مثلا الاعتذار عن المشاركه فيه أيوة. وتم ايقاف الاهلي في الفتره دي وكان الاهلي هو البطل الدائم للدوري المتوج الاوحد وكان يحق ليه انه يسيب دوري ابطال يسيب كاس الكؤوس ويروح يشترك في ايه في دوري الابطال فهو ركز في كاس الكؤوس وسمح للمنافس التقليدي بتاعه انه يلعب في ايه في دوري الابطال حتى مولين ما خد الدوري النادي الاهلي حتى مولين ما خد الدوري انا ما خد الدوري عشان شارك في ابطال الكؤوس عشان دافع على لقبه عشان دافع على الدوري اللي انا عايز اقول لك حتى المره الوحيده اللي مولين عرف فاز بيها بطوله الدوري راح ابطال الكؤوس وخلى الزمالك الثاني الوصيف يروح يلعب اللي انا عايز اقوله لك الجو ده كله ايوه على مدار ودول يعني استاذ جمال اخويا الكبير واستاذي والاستاذ عصام وعمي علاء احنا طول عمرنا في العلاقات حتى في الشغل عمرنا ما شفنا الجو ده انا بامانه حزين جدا مطلقاً. ان احنا وصلنا الى هذه المرحله ان يتحول حتى بعض الزملاء الى مشجعين يعني الامور ما وصلتش للدرجه ان احنا عشان ابين ولائي ان انا انال من الاخر جو غريب وبذره زرعت بمعرفه وتم رويها بسموم وكراهيه غير موجوده لا تمت للرياضه بصله ان الاوان ان يتخذ اتحاد الكره أيوة. ومنصف احمد مجاهد رقم واحد خطوات جاده جدا لحمايه مسابقته وحمايه لعيبته وحمايه منتخباته وعليه ان يعي جيدا انه الامر هو يستطيع ان يوقف كل ما يحدث وان يتضامن معه الهيئه الوطنيه للاعلام طبعا خلاص يعني رقم واحد اتحاد الكورة الهيئة الوطنية للإعلام لا لا الكورة لا أنا لا أنا الخطر صاحب المسابقة الشعب أنا بكلمك أهو والله أنا على الشعب إيه لا ما خلاص أنت خلاص في كراهية يا هتحمي شعب الإسلام لا في شحن أنت معلش شعب كامل هو الشحن ده وصل خلاص أنت تقصد عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام هتحمي شعب من التضليل من التضليل والكلام اللي بيتم ده الشعب المغروب هو يسمع كذيب يا جماعة اتحاد الكورة أولا لأن الكل على تماس مع المادة دي فيستطيع والاغلب الاعم صحفيون واعلاميون ونجوم كوره فلازم اتحاد الكوره عشان انت لو جبت الهيئه اولا هيبقى كما الذبيح وهيبدا تاني بغض النظر اتحاد الكوره حتى لو على اتحاد الكوره اولا صاحب المجاهد عنده اولا عنده انه يحط لبنه اولى في حمايه مسابقاته وحمايه لعيبته وحمايه الجماهير الكوره المنظومه كلها المنظومه كلها يا جماعه والله عمرنا ما شفنا الجو ده عمرنا ما شفنا العلاقات وصلت الى هذا السوء المنافسه بصراحة. في التسعين دقيقه بصراحة. في الملعب بعد الملعب العلاقات المفروض تبقى زي ما هي عمر ما شفت الاهلي والزمالك كنا بنروح استاد القاهره وكانت ناس قاعده جنب بعض ما شفتش خناقات يعني اقصاها هتافين وثلاثه والماتش انتهى خلاص سمعه الكره المصريه سمعه فانا اجيب يا ريس انا اسخن يا ريس اجيب اروح اجيب استدعي ناس من الخارج مع كامل احترامي ليهم عشان دول يدعموني وادخلهم في بلدي وتقول لي اصل من الوطن العربي الكبير لا انا مش يا عم بلاش يا عم الوطن العربي يا عم ده بقى وبيطلع يا محمود في التلفزيون يا محمود ما تصغرش ما صغرناش يا محمود على محطاته على يوتيوب عشان يقول والله ما دي مصر يا عم انت هو انا الوزير بتاعنا يقدر ينقد نادي عربي ولا يتكلم هو احنا مواطنين هو اللي جاي بالضيف يقدر يتكلم عن نادي عربي لا حضراتكم بس هناك